لهاد السكينة القنيطرة، أنا هضروا على المطالب ديال كلشي، الحقوق ديال أي دري وبنت. هاد الناس هادو راه معذبين، شي قراو، حنا مازال نقولوا حنا ماشي قراوش، هاد البنات وهاد الولاد شي قراو، خصهم طومبيسات، حافلات، خصهم بزاف ديال الحوايج، حنا ما دايرين لنا والو، الشباب هو ضايع، ما كاين لا شركات لا والو، يعني شنو بغانا نديرو؟ تنخرجوا للإجرام، هادشي اللي تنعرفوا نديرو في سكينة القنيطرة، الدراري مازال الدراري الزويونين كدا هادي معوضين لهم والديهم، حنا راه خصك تخدم باش تعوض راسك على هادشي هذا، راه ما دايرين لنا والو، هادشي شنوصلوا لجلالة الملك، علاش بغا يدير لنا والو؟ هاد الناس اللي في هاد سكينة القنيطرة اللي شادينا عاش يهبشوا في عباد الله، ماشي يديروا لهم والو، هما الدراري الناس شكون هما ناس القنيطرة؟ كاينين شن العثماني، كاين الرباح، كاينين هادو بزاف، هادو اللي بغينا نشوفوا، الدرويش اللي طوي يصيفطوه للحبس، حنا بغينا ندويو على هادشي هذا اليوم، ماشي شي الغدا، راه دوينا بزاف ديال المرات ما عطاونا والو، هادشي بغينا نشوفوا هاد النار من هاد المنبر. اولا حنا خرجنا على ود الطوبيسات اللي ما كاينينش، حنا طلبه ديال لافاك ديال بنو طوفيل كنعانيو من هذا المشكل، كاين خاصنا ولو خاصنا نخلصوا المينيبوس، خاصنا نخلصوا طاكسي اللي كيتقام علينا غالي، عندنا ليكزام خاصنا ضروري نجيو حنايا قبل بربعة السوايع يلاه باش نوصلوا، طريق غادا وطريق ما مقاداش ما مسرحاش، يعني مشكل. ودابا ما عندناش طوبيسات باش غادي نرجعو، يعني خصنا ضروري غادي نضطرو اننا نخلصو طاكسي، مكاينش طوبيسات، مكاينش حتى المينيبوس مكيكونوش دابا، خصنا نخلصو الطاكسي، الطاكسي كيتقام علينا غالي، وحنا غير طلبة، حنا طلبة في سنة طلبة، ما عندناش ندخل باش اننا نخلصو نتكلفو، ما عندناش مكاين باش اننا نخلصو الطاكسي، يعني الطوبيسات كانوا الطوبيسات اللي كانوا فحال لا يوش عليها، كاين الطوبيسات اللي تيضرب داك المسطرخ وكيوقف كيقول لك هبط من الطوبيس ما خدامش، انت خلصتي الطوبيس وغادي تهبط في المسطرخ، خاصك تخلص الطوبيس واحد اخر باش تمشي تكمل طريقك، وما يجيش شي طوبيس واحد اخر، تقدر تمشي الكور الا كان عندك الكور غادي يمشي لك، الا كان عندك الامتحان غادي يمشي لك، شنو غادي نديرو حنا؟ كنحنا المسؤوليه لوزير النقل. كنقول له حنا كنطالبوا بالحقوق ديالنا، وحنا بغيناك يا تدي تحقق لنا المطالب ديالنا، يا صافي تحط تبعد على داك الكرسي اللي قالت فيه، حيت ماشي ماشي خاصك تكون في المكانه ديالك، يعني خاصك تكون قاد، مادام قالت في داك الكرسي خاصك تكون قاد بالمسؤوليه باش تحقق المطالب ديال الناس ديال كلشي، يعني ولا صافي حيد من داك الكرسي وخليه شي واحد اخر اللي يعقد بالمسؤوليه، حيت حنايا كنعانيو بزاف من هذا المشكل. خص واحد السلام عليكم بعدا من هذا المنبر هذا، عشان بغي نحيي هاد الرجال بعدا اللي جاو، ماشي بحال شي واحد شي ناس اخرين مريحين في قهوه دايرين الوقفه مع السونس، اغلبيه ديال ما نقولش اكثر ربع ديال القنيطريين اللي جاو لهاد المناضله هادي باش ينضلوا، راه ماشي حنا المدينه راه ماشي ديال الشعب هذا اللي تشوف فيه، بزاف ديال الناس خاصهم يجيو لهاد الوقفه هادي، ومطالب ديالنا بزاف، لا مسرح لا رياضه لا تعليم لا نقل، الدنيا لا شوارع، الدنيا تمشات بزاف، وغادي للاسوء، وتنطالبوا من الرباح يمشي بحاله، ما بغينا منه والو، حنا ما بغينا منه والو، من شد الرئاسه ما شفنا منه حتى شي حاجه، شنو شفنا منه؟ ما شفنا منه حتى شي حاجه، خطير، خلينا بلاش، خلينا من هذه الهضره هذه، ما شفنا منه حتى شي حاجه، من شديتي الرئاسه ورينا شنو درتي، شنو غادي المدينه غادي وتتمش، نهار مور نهار غادي وتتمش، ما شفنا منك والو، وهذا الشعب كامل شي طالب يمشي بحالك، ما باغي منا والو، يمشي بحالك، خرجتي على الكاك، خرجتي على هذه المدينه، الشوارع دكدكتيهم، والله ياخذ بك الحق وهذا النهار هذا، ولا تعليم لا قرايه لا ترونسبور، فين غادي بهذا الشيء هذا، فين غادي؟ هادشي اللي تنبغي نقول هذه الكلمه، وشكرا لك. نطالبوا من السيد الرباح، أول حاجة بعدا هو ماشي من مدينة القنيطرة، هو من بالقصيرة يمكن من نواحي، ما عندوش الروح القنيطرية يمكن. شكون كان ولد البلاد غتجي الروح حنا القنيطريين، هاد السيد هذا دخلنا كالعداله والتنميه باش دخلنا الناس، دخلنا بسيديات ديال الناس وغندير وغنقاد، ولقى الناس ديك الناس ومشاو معاه في ديك الهيئة ديالو، فهمتيني؟ كلشي ولا باغي ينتخب علو، كيدخل سيدي غندير ليكم غنفعل غندير المدينه، عطاني واحد الثقه كبيره، انتخبنا علو داك الشيء، ولكن السيد هذا اخويا من دار الفلوس كان في واحد الطبقه هاويه وطلع لواحد الطبقه كبيره صافي نسى،
فهمتيني؟ بلاد ما كيدير الفلوس صافي كيولي عايش مع الناس ديال الفلوس. نسى هاد المدينه هو سبب النادي القنيطري في هاد الشيء اللي غدا لي. حنا ما باغيش نهبطوا للهوات، حنا هاد السيده دابا باغي يهبطنا للهوات، يعطيو منحه النادي القنيطري وشوفوا هاد الشيء ديال النقل. وهادي راه داخلين الشركه ان شاء الله على ما سمعنا، تنتمناهم يدخلوا ويكون شي يكون بخير ان شاء الله والمدينه تكون بخير. حنا ما باغيين منه والو، هو راه ما السي العثماني ما والو، هو وزير النقل حاج، هو رئيس مجلس بلدي. حنا كنهضروا عليه على المدينه، ما غنهضرش معاه على شي حاجه بزاف، حيت داك الشيء تيبقى نطلب لك اخويا. اش غنطلب لك انا؟ انا نطلب لك قاد المدينه، اللي كنتي رئيس مجلس البلدي قاد المدينه وشوف الناس وقاد الطوبيسات. كاين دراري تيقراو، كاين بزاف الحوايج الناس تيخدموا، وكاين بزاف حنا ما تنقراوش ما تنخدموا ما تنديروا والو، ولكن جاتنا النفس على هاد الناس، جينا نوقفوا معاهم في هاد المظاهره. وحنا كجماهير النادي القنيطري تنطالبوا اخويا ابعد منا، ما تعطينا منحه ما تعطينا والو، سير عطينا عاد تيسير الله يرحم بها الوالدين.